تعكس حركية تدفق السلع والبضائع بين صادرات وواردات مدى قوة اقتصادات الدول وقدرتها على تقوية وتنويع منافذها التجارية نحو أسواق العالم، والتي من أبرزها المنافذ البحرية عبر الموانئ التجارية، وهو ما تسعى إليه الجزائر لتحسين مكانتها العالمية في مجال الخدمات المينائية وتفعيل التجارة البحرية وتحقيق اقتصاد يقوم على رفع قيمة الصادرات. تسعى الجزائر إلى الارتقاء بنشاطاتها وخدماتها المينائية إلى مستويات العالمية من خلال إنجازات الموانئ وتوسيعها وتحسين أداءاتها، فهي تراهن على 10 موانئ تجارية كبرى لتسريع المبادلات التجارية الخارجية ورفع قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات. الموانئ العشرة تتوزع على واجهة البحر الأبيض المتوسط من شرق البلاد إلى غربها، يدعمها أسطول بحري يحصي 13 باخرة تجارية كبرى مع تنوع في أنشطتها التجارية، فبعضها يغلب عليه شحن المنتجات البترولية كصادرات أولية كمينائي سكيكدا وإرزيو، وبعضها تم تخصيصه لاستيراد المركبات كمينائي جنجن ومستغانم. والرهان الأكبر دعم هذه الروافد الاقتصادية وتطويرها وعصرنتها، وهو ما تعمل على تجسيده مؤسسة تسيير الموانئ الجزائرية من خلال استراتيجية بينة الأهداف. تحديث المنشآت القاعدية المينائية الحالية من خلال لا سيما عمليات إعادة تهيئة وصيانة الأرصفة وتجريف أحواض الموانئ، اقتناء معدات وتجهيزات مناولة جديدة من أجل تحسين الخدمات المقدمة للزبائن، وكذا وتيرة شحن وتفريغ البواخر. إنشاء أرصفة رسوب الباخرات كبيرة الحمولة وتطوير أنظمة الإشارة واعتماد الرقمنة في توحيد قاعدة المعلومات وتسهيل العمليات التجارية على المتعاملين الاقتصاديين وربطها بنظام الألساس الذي تعتمده الجمارك الجزائرية في مختلف العمليات التجارية والجمركية، كلها خدمات ضمن نظرة شاملة لجعل الموانئ الجزائرية في مصاف العالمية. عصرنت النشاطات المينائية من خلال استخدام الرقمنة، حيث قام مجمع سيربور بإنشاء المنصة الرقمية للمجتمع المينائي APCS، والتي تمثل نظام لوجستي رقمي وطني مصمم ومطور بإمكانيات وطنية. تهدف المنصة الرقمية APCS في تنظيم أفضل لتدفق المعلومات، المساهمة على إزالة الطابع المادي للإجراءات المتعلقة بعبور البضائع في الموانئ، تتبع أحسن لمرور ومعالجة البضائع في الموانئ، تحسين لوجستيات الموانئ، المساهمة في التقليل من غرامات التأخير والتكاليف اللوجستية، الامتثال للوائح والاتفاقيات الدولية، وتحسين التواصل بين جميع المتدخلين المعنيين بغرض المشاركة بصفة فعالة في التنمية الاقتصادية للبلاد. من بين كل الموانئ على أهميتها، يعتبر ميناء الجزائر بالعاصمة اللبنة الأولى للتجارة البحرية الجزائرية منذ تأسيسه إلى أن أصبح واحداً من أكبر البوابات البحرية للجزائر على العالم بالنظر إلى أهميته التاريخية والاستراتيجية. تتنوع به المبادلات التجارية بين صادرات وواردات، إذ يعالج سنوياً قرابة 12 مليون طن ويسجل أزيد من 1600 باخرة حمولة. مشاركة ميناء الجزائر في الاقتصاد الوطني وفي التجارة الدولية يعتبر له دور مهم كبير. من بين 11,000 طن المعالجة في ميناء الجزائر، تقريب 50% عبارة عن حاويات، بحوالي 5,400,000 طن محملة في الحاويات. يأتي في المرتبة الثانية المنتوجات البترولية بحوالي 3,000,000 طن، ثم المرتبة الثالثة المنتوجات الزراعية والغذائية بحوالي 2,300,000 طن.
بما أنه قلب نابض بالنشاط التجاري، يتوسط الواجهة البحرية للجزائر. يشهد ميناء الجزائر عملية توسعة وإعادة تهيئة لأربعة أرصفة ستمكنه من توفير مساحات إضافية لتفريق عمولة البواخر وتسريع معالجة الحاويات تماشيا وكل التسهيلات التي توفرها مصالح الجمارك الجزائرية. هناك مشروع لإعادة تهيئة أربع أرصفة في ميناء الجزائر لوجود هشاشة في هذه الأرصفة. تم عقد مع مؤسستين مشاركتين كوسيدار وميديترام من أجل ترميم أربعة أرصفة في ميناء الجزائر، ومدة الإنجاز بدأت الأشغال في جوان 2023، وعلى أن يتم نهاء هذه الأربعة الأرصفة يكون في حوالي نهاية جوان 2024. مدة الإنجاز هي 12 شهر. التسهيلات الجمركية الجديدة مليحة الله يبارك، مع النظام الجديد اللي داروه قلص مدة الفحص والحاويات اللي كانت طويلة بعض الشيء، دوكا تقلصت الحمد لله. راهي كما يقولوا أكثر شيء 48 ساعة تكون الحاوية في الأرض، تدير الفحص ديالك عادي، والمدة الفحص ما تطولش بزاف، يعني ساعتين نكمل الفحص كامل. فيما يخص الحركية على مستوى ميناء الجزائر، لا يخفى للجميع أن ميناء الجزائر يمثل ما يقارب 68% من حركة الاستيراد والتصدير على مستوى الجزائر، وبالتالي يشهد حركة نوعية وكثيفة يعني فيما يخص عملية الاستيراد. نحن مصالحنا سجلت ما يقارب 75,000 ما يتعدى 75,000 تصريح جمركي على مستوى مصالح ميناء الجزائر تجارة. التصاريح تشمل جملة عديد من البضائع والسلع، وخصوصا كاين بضائع اللي هي مواد أولية تدخل في 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 صناعة مواد نهائية، أو مداخل في صناعة مداخل نصف مصنعة أو مواد نصف مصنعة تدخل في إنتاج في تصنيع منتوج نهائي، أو بضائع نهائية موجهة للاستهلاك للمستهلك النهائي. تم تكريس مجموعة من الإجراءات المبسطة والتسهيلات الجمركية لضمان سلاسة عمليات التصدير في مختلف مراحلها. الهدف من ذلك هو المساهمة الفعالة في تعزيز درجة تنافسية المؤسسات الجزائرية، حيث يمكن للمصدر اكتتاب التصريح الجمركي للتصدير في أي مكتب جمركي، سواء نقطة الخروج أو مكان إقامة المصدر أو أي مكتب داخلي آخر. في هذه الحالة يتم إعفاء البضائع الموجهة للتصدير من المراقبة الجمركية عند مكاتب الخروج في حالات خضوعها للمراقبة لدى المكاتب الداخلية. كذلك فإنه يتم استعمال أجهزة المسح الضوئي لمراقبة البضائع بدل المراقبة المادية، وحتى في هذه الحالة يتم تنفيذ عملية المراقبة المادية للبضائع بالسرعة المطلوبة، بالإضافة إلى إمكانية تنظيم عمليات الفحص الجمركي للبضائع في مؤسسات المصدرين. كما أنه عندما يتعلق الأمر ببعض الأنواع من المنتجات كالمنتجات الزراعية، المنتجات الطازجة والمواد سريعة التلف، فإنه تم تخصيص الرواق الأخضر الذي يمكن من إتمام إجراءات تصدير هذه البضائع في نفس اليوم. تتجلى أهمية الموانئ من حيث قدرة استيعابها وقيمة البضائع المعالجة سنوياً، وهنا تكمن أهمية ريادة ميناء إرزيو بوهران الذي يصبو إلى معالجة ما قيمته 50 مليون طن من البضائع والمنتجات، أغلبها صادرات بترولية بنسبة تقارب 90%. ميناء إرزيو بولاية وهران المدينة البترولية يعالج سنوياً ما قيمته 45 مليون طن من المنتجات، أغلبها منتجات بترولية. الميناء استفاد من توسعة ستمكنه سنوياً من تصدير ما قيمته 3 ملايين طن من المنتجات الحديدية، وقرابة 2 مليون طن من منتوج اليوريا، ونصف مليون طن كلها مصنعات بلاستيكية. وهذا ما سيخلق تنافسية بين الموانئ الجزائرية بأبعادها الإقليمية والقارية وحتى العالمية.
وتعزيزا لتنويع الصادرات خارج المحروقات ورفع طاقة الاستيعاب، استفاد من أوأرزيوم مشروع للتوسعة بقيمة 57 مليار دينار جزائري على مساحة 53 هكتار لإنشاء أرصفة جديدة، مما ينعكس إيجابا على أداءات الميناء ويمكنه من تقليص التكلفة اللوجستيكية بالنسبة للفاعلين في مجال الاستيراد والتصدير، ويعطي قيمة مضافة برفع نسبة المعالجة لبعض الصادرات كالمنتجات الحديدية التي تزيد عن 4000 طن في الساعة. يعتبر ميناء أرزيو بمرافقه الثلاثة أرزيو بطيوة ومرسى الحجاج من أهم موانئ الجزائر، حيث أن 60% فيما فوق 60% من مواد محروقات يتم تصديرها عن طريق هذه المنشآت المينائية. سجلنا تحسن ملحوظ فيما يخص البضائع، حوالي 11% نسبة زيادة بالنسبة للعام الماضي. هيدروكاربير محروقات وخارج المحروقات 37 إلى 38 مليون طن، أما خارج المحروقات 10% 8 مليون طن. هذه المواد خارج المحروقات تم فيها نسبة للمادة الخام للمنجم الحديد الذي تم تفريغه عن طريق الرصيف الجديد الذي دخل حيز الخدمة في 2021. هذه من المنتجات من المنشآت المينائية التي نفخر بها، حيث يتم حاليا عصرنة المادة، عصرنة وسائل التفريغ. إن شاء الله في القريب العاجل أين تدخل المنشأة الجديدة التي نقوم بإنشائها وراح تدخل الخدمة في أواخر 2025، راح تكون مردودية بآلية أكثر، وإن شاء الله سوف نزيد على الكمية التي نقوم بتفريغها وشحنها ما يفوق ما يوازي 5 ملايين طن إضافية. توسعة ميناء أرزيو، وهذا بإنجاز أرصفة ومساحات جديدة لمواكبة وثيرة تنمية الصادرات خارج قطاع المحروقات طبقا لاستراتيجية السلطات العمومية في هذا المجال. إنجاز هياكل جديدة خاصة بعمليات صيانة البواخر، لا سيما بواخر الأسطول البحري الوطني، لتفادي اللجوء إلى الخارج بالنسبة لهذا النوع من العمليات، والمساهمة في المحافظة على العملة الصعبة للبلاد. أرزيو بالنسبة لنا أفضل ميناء من حيث المردودية، ليوصل 4000 طن يوميا، لتكون قريب تنافس الموانئ الأوروبية. تمكنت الشركة من تصدير ما قيمته 800 مليون دولار هذه السنة، وما يعادل 1 مليون طن سنوي هذه السنة 2023. كذلك مع دخول الوحدات الإضافية الجديدة حيز الإنجاز السنة المقبلة، وكذلك واعتمادها على ميناء أرزو وتوسعة ميناء أرزو، سيمكننا من الوصول إلى 2 مليار دولار سنويا. سجلنا في سنة 2023 زيادة مقارنة بالسنة الماضية حوالي 10% من تحركات السفن، حوالي 2600 حركة بخروج ودخول الباخرات بمختلف الأحجام من الكبيرة إلى الصغيرة، وسجلنا زيادة في الحمولة الإجمالية مقارنة بالسنة الماضية حوالي 13%، وسجلنا الوقوف على الرصيف السجراكي حوالي ناقص 8% مقارنة بالسنة الماضية، وسجلنا الوقوف على البندر حوالي يومين وقوف على البندر، وهذا بفضل جهود كل العمال والعاملات على مستوى ميناء أرزيو. تحقيقا لبعث التوازنات التجارية بين مختلف واجهات الوطن البحرية من غرب البلاد إلى شرقها،
تراهن الدولة على موانئ شرق البلاد، خاصة ميناء جنجن بولاية جيجل، والذي أصبح قطبا تجاريا ينفتح على كل الواجهات البحرية العالمية. يعد ميناء جنجن من أكبر الإنجازات الكبرى بولاية جيجل وأكثر الموانئ الجزائرية نشاطا تجاريا، إذ يعالج سنويا قرابة 10 ملايين طن، ورهانه الأكبر بلوغ 12 مليون طن العام 2024، فهو بذلك رافد من روافد الاقتصاد الوطني. من أهم المشاريع المسطرة إتمام أشغال نهائي الحاويات بميناء جنجن، مما سيسمح برفع قدرة استيعاب هذا الميناء إلى حوالي 2 مليون حاوية OVP، ما يعادل 20 قدم، ورسو سفن ذات حجم كبير 14,000 OVP. توسعة ميناء عنابة من خلال إنجاز رصيف جديد بطول 1600 متر وبقدرة استيعاب بواخر بحجم 80,000 طن في إطار المشروع الهيكلي والاستراتيجي الخاص باستغلال منجم الفوسفات بتبسة. خصوصية الميناء في استيراد المركبات لم تحل دون توسيعه لتنويع خدماته ورفع طاقة استيعابه لمعالجة مختلف السلع والبضائع في 9 نهائيات، أهمها نهائي الإسمنت، تخزين الزيوت النباتية، الزفت، الحبوب، السلع المختلطة، المركبات، المعادن والصلب، ونهائي تحويل البذور النباتية. توجد بميناء جنجن عدة تيرمينو، نبدأ بإنهاء الحاويات على مساحة 73 هكتار، وأيضا نهائي السيارات ونهائي الزيوت، ويوجد أيضا نهائي المعادن على مساحة 10 هكتار، نهائي الحبوب أيضا على مساحة 10 هكتار. ومن خصائص أيضا ميناء جنجن أنه يوجد على قرب 10 كيلومتر من محطة فرز للسكة الحديدية، وكل أرصفة الميناء مربوطة بالسكة الحديدية على طول 10 كيلومتر داخل الميناء. وأيضا من خصائص ميناء جنجن هو استقبال سفن كبيرة تصل حمولتها إلى 150,000 طن، وطول تاعها يوصل إلى 300 متر. ميناء جنجن تدعم بخط لوجستيكي لنقل البضائع يربط مباشرة الجزائر بالصين لتنشيط مختلف المبادلات التجارية على تنوعها، كما تدعم الميناء بنظام رقمنة لتسهيل التعاملات التجارية على المتعاملين الاقتصاديين وتسريع معالجة الحاويات بمعدل 24 حاوية في الساعة. وفيما يخص نشاط الميناء، سجلت إلى نهاية نوفمبر 2023 زيادة ب 16%، حيث وصل النشاط إلى 9.2 مليون طن. نطمح بلوغ خلال سنة 2024 حيث نصل إلى 12 مليون طن، وعلى المدى الطويل خلال سنة 2030 إن شاء الله نصل إلى 30 مليون. في الميدان فيما يخص المسؤولين ولا حتى الأعوان، فيما يخص مصالح الميناء، مصالح التجارة، مصالح الفلاحة، وخاصة مصالح الجمارك اللي واقفين وقوف صراحة تام لتسهيل كل العمليات التجارية فيما يخص سواء كان تصدير أو كانت استيراد. كاين اون اوغمونطاسيون تاع لي امبورطاسيون لي اوبيراسيون دومبورطاسيون اي ديكسبورطاسيون، دونك كامل الناس اللي خدامين هنا في ميناء جنجن متجندين باش يسهلونا الامور. احنا كوكلاء عبر الحمد لله لقينا تسهيلات في كل في الميناء، خصوصا الجمارك ولا لو بي جي، مصالح الفلاحه ومصالح التجاره، يعني سهلوا الامور علينا الحمد لله. اغلب الموانئ الجزائريه التجاريه موصوله بشبكه نقل تربطها بمناجم المعادن كشبكه طرقات وطرق سياره وخطوط للسكه الحديديه، ولتخفيف الضغط عن بعض هذه الموانئ خاصه عن ميناء العاصمه، سيتم انجاز ميناء الوسط بولايه تيبازا بمنطقه الحمدانيه بشرشال بتكلفه تقارب 6 ملايير دولار، يمكن من سيوله للبضائع
تصل حتى الدول الإفريقية المتاخمة للحدود الجنوبية للبلاد. هذا الميناء الاستراتيجي من شأنه معالجة 7 ملايين حاوية وقرابة 26 مليون طن من البضائع سنويا، ليكون محورا للمبادلات على المستوى الإقليمي. اقتصاد الموانئ وإن ارتكز أساسا على التجارية منها، فلموانئ الصيد البحر والنزهة دورها الفعال في زيادة الإنتاج السمكي وتحقيق توازنات في السوق الوطنية للأسماك تلبي الاحتياجات الوطنية. فالجزائر عبر ساحلها تحصي 45 ميناء للصيد البحر والنزهة، خصت بمخطط تنمية بقيمة 5 مليارات دينار جزائري لتطوير أسطول صيد البحر ورفع كميات المنتوج السمكي إلى 200 مليون طن كهدف استراتيجي. وضع 9200 متر من الأرصفة العائمة، بالإضافة إلى تجسيد مخططات للرسو على مستوى الأحواض المائية داخل الميناء لتحسين سلامة الملاحة للسفن، صيانة وإنجاز شبكات مختلفة خاصة بالماء والكهرباء وإخماد الحرائق، إنشاء 3 محطات للتزود بالوقود و10 أخرى قيد تكوين الملفات الإدارية للحصول على الاعتمادات، 110 محل تجاري لبيع المعدات وتصليح القوارب، منها 60 دخل قيد الاستغلال والباقي خلال سنة 2024، تقديم 16 رخصة استغلال لإنشاء ورشات بناء والصيانة البحرية للسفن عبر الشريط الساحلي، إنشاء أزيد من 10 مصانع للثلج، اقتناء 7 رافعات القوارب كبيرة الحجم من شركة وينسيسي المصنعة وطنيا، وهذا في إطار تشجيع المنتوج الوطني. قامت بإنجاز عدة سفن كبيرة على تفوت 35 حتى 40 متر من أجل زيادة الأسطول البحري، وهذا كله يصب في تحقيق الاكتفاء الذاتي من حيث الغذاء، يعني ثروة سمكية. في عدة استثمارات أيضا أخرى تتعلق بتوفير يعني الثلوج، توفير مخازن التبريد من أجل الحفاظ على هذا المنتوج السمكي اللي تم اصطياده وحتى يتم تسويقه يعني في ظروف صحية لتشترطها يعني الاستهلاك هذا النوع من المواد. إنشاء عدة مرائب ذات طوابق يعني من أجل إخراج هذه القوارب الصغيرة وتخزينها يعني والحفاظ عليها خلال مدة الشتاء وين ما يستعملوهاش أصحابها. فيه شطر آخر أيضا هو توفير عدة ورشات اللي هي تعتبر مهمة جدا من أجل تصليح ما هو ميكانيكي، ما هو هيدروليك، ما هو كهرباء، ما هو نجارة بالنسبة للقوارب، وهو عددها 110 على مستوى الموانئ، كل موانئ التراب الوطني. توفير أيضا يعني بشراكة مع وزارة الصيد البحري توفير أماكن أو مكاتب يعني موحدة من أجل وضع فيها خدمة الضمان الاجتماعي، خدمة طبيب العمل للبحارة، من أجل أيضا شركات التأمين اللي باش يقربوها من أصحاب نشاط الصيد البحري. أمر آخر يعني اللي يعتبر ذو أهمية كبيرة على المستوى الوطني هو توفير آلة رفع لعكفة شركة تاعنا على إنجازها بشراكة مع مؤسسة وطنية اقتصادية عمومية هنا على المستوى الوطني، وتعتبر هي الأولى إفريقيا هذه الصناعة. اليوم راح تشوفوها على مستوى ميناء سيدنا يشعل، هي الأولى بطاقة 250 طن، في يعني رافعات أخرى بحمولات وطاقات مختلفة. هذا الإنتاج يعني لإنتاج وطني اللي قلت لك هو المرة الأولى على المستوى الوطني والمستوى الإفريقي أيضا، سيسمح بتوفير العملة الصعبة من أجل الإصلاح والقيام بعملية الإصلاح على المستوى الوطني وتوفير هذه العملة الصعبة، هذا من جهة. الجانب الآخر هو توفير سلامة لتجنب تنقل مختلف القوارب إلى الضفة الشمالية البحر الأبيض المتوسط أو الدول المجاورة من أجل إصلاح هذه السفن. من أبرز الموانئ الأنموذجية الرائدة في مجال الصيد البحري موانئ تلمسان وبجاية، حيث أحصت ولاية تلمسان 3 موانئ تم إنجازها وتهيئتها وفق المقاييس العالمية ودعمها برافعة البواخر كميناء سيدنا يوشع وهنين.
هناك وضع أرصفة عائمة على مستوى جميع الموانئ من أجل الرفع من قدرة استيعاب الموانئ. كذلك نذكر إنجاز ملاجئ لبيع مختلف المنتجات البحرية وأسماك تربية المائيات. فيما يخص ورشات بناء السفن، تم تنصيب 3 ورشات بمساحة 10192 متر مربع على مستوى ميناء سيدنا يوشع. كذلك تنصيب ورشة لبناء سفينتي طونة بمساحة 1000 متر مربع على مستوى ميناء هونين، وهي الآن ناشطة وسفينتين قيد الإنجاز. فيما يخص ميناء مرسى بن مهيدي، تشرف حاليا شركتنا SGPP على تجهيز الميناء كميناء نزهة في الجهة الغربية، ميناء نزهة بامتياز. فيما يخص ميناء الغزوات، يتوفر على جميع التجهيزات فيما يخص التبريد، بيع الثلج، يعني جميع الخدمات اللي يستحاجوها واللي يحتاجوها المهنية الصيد البحري. الموانئ بنمط خدماتها الراقية أعطت أريحية لمهني الصيد البحري لممارسة نشاطهم في أحسن الظروف، بتوفير هياكل التخزين والتبريد، وكذا ورشات صناعة السفن وصيانتها التي كانت تتطلب تكاليف بالعملة الصعبة. نحن حاليا نقوم هنا في الورشة، نقوم بصناعة 5 سفن مختصة في صيد الطونة، وكذلك السفن الكاتامارون المختصة لتربية المائيات. الوقت المستغرق لصناعة سفينة صيد الطونة هو تقريبا 2، ويقوم على التصميم والبناء والبناء السفن مهندسين جزائري خريجي الجزائرية، خريجي الجامعة الجزائرية، وبمعايير دولية. حتما الدولة راه دير مجهود كبير في هذا الإطار. أنا نشوف لي زيكيبمون، أنا فرحان سيتو في ولاية تلمسان بأول هذا رافعة اللي غادي يجيبوها لنا إن شاء الله، اللي غادي تقلع علينا واحد المشكلة عظيمة كانت تفرض علينا نخسروا دراهم بالعملة الصعبة باش نديروا لونتروتيان تاع البواخر تاعنا. ولاية تلمسان ولاية ساحلية معروفة بالصيد تاعها. ولاية تلمسان فيها 4 موانئ، عندنا فئة البحارين فيها واحد 5500 انسكري ماريتيم، هادو يخدموا ديريكتومون في السيكتور تاع البحر. الانتاج تاع الولاية راه في المعدل تاع واحد 11000 طن في العام، راها تمون واحد 25 ولاية ساحلية وداخلية في إطار المنتوج السمكي. يعني تعرفوا بلي ولاية تلمسان ولاية صيد بامتياز. ولاية بجاية بموانئها الصيدية الثلاثة التي توفر سنوياً ما قيمته 3000 طن من الأسماك بأنواعها، استفادت من مشاريع تهيئة وتوسعة داعمة للقطاع على مستوى ميناءي تالا إلف وأبني كسيلة. تم إطلاق عدة مشاريع، منها وحدة إنتاج ثلوج، مستودع التبريد، ورشة لصيانة السفن، محلات تجارية، وملجأ للبيع بالجملة. ومن أهم المشاريع التي قامت الشركة بتجسيدها مقبلا، وهي أول محطة للبنزين والتي عرفت هذا العام تألق ملحوظ من حيث المردودية. كما أنه تم توقيع على اتفاقية مع الشركة الوطنية لتصليح السفن لإنشاء مشروع بناء السفن، وهذا طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتطوير المنتوج الوطني لتخفيض فواتير الاستيراد. أما فيما يخص تحسين ظروف العمل على مستوى الموانئ، فإن الشركة SGPP تسعى للارتقاء بمستوى التسيير والاستغلال الموانئ لغرض تطوير النشاطات على مستوى الموانئ. بكري قبل يدير كيلو بور احنا كنا نخدموا الاخر بالفليك صغار اللي كانت متركته كتربه بكري. دروك الحمد لله دروك كيلو بور كيما انايا كنت عندي كانت متركته كتربه، دروك عندي 9 متر عندي اسبادوني، راني خدمت خدامه لي بيشور معايا، كان واحد 3 أنا 4 الرئيس و3 بحرية درك الله الحمد لله. ولاية بجاية تسخل بثلاث موانئ بطاقة استيعابية ب290 موقع رسم لثلاث موانئ. عندنا ميناء الصيد البحري لبجاية اللي عنده 110 موقع رسم،
وميناء الصيد البحري ونزهة تليلف بطاقة استيعابية 100 سفينة صيد بحري، والميناء الجديد لبنكسيلا الذي يحتوي على 80 موقع رصد لسفن الصيد البحري. أما فيما يخص المسجلين البحريين، عندنا حوالي 2200 مسجل بحري ينشطون على مستوى موانئ الصيد البحري ولايه بجاية، منهم ربابنة سفن، بحارة مؤهلين، وميكانيكي السفن. فيما يخص الإنتاج السمكي، تسجل ولاية بجاية سنويا حوالي 3000 إلى 3500 طن سنويا من مختلف الأسماك. ومن أجل تحقيق الأمن الغذائي وتنفيذا لاستراتيجية قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية، قمنا بتطوير شعبة تربية المائيات، بحيث حاليا الولاية تسخر بأربع مشاريع لتربية المائيات في الأقفاص العائمة بطاقة إنتاجية تقدر ب 600 طن للمشروع الواحد. وعندنا أيضا مشروع آخر، حجز الاستغلال، اللي راح يدخل في الإنتاج إن شاء الله العام المقبل. كما أيضا عندنا مشروع آخر لتربية السطفيات بطاقة إنتاجية 50 طن سنويا. ومن أجل تثمين منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، عندنا وحدتين لتحويل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، واحدة لتحويل سمك التونة، واحدة أخرى تقليدية لتحويل مختلف منتجات الصيد البحري وتربية المائيات. تم تسليم 150 مخزن للصيادين لكاز فيشر وأصحاب السفن عبر عدة موانئ، ومنح 9 رخص لاستغلال نوادي لفائدة الصيادين على مستوى الموانئ. فما يخص موانئ النزهة، بعد الانتهاء من إنشاء المحطة البحرية للنقل البحري الحضري سنة 2023، سيتم خلال سنة 2024 تجهيز ميناء الصبلات بالعاصمة ب 2300 متر من الأرصفة العائمة لتمكينه من استقبال أزيد من 600 قارب، عوض 24 قارب حاليا. بهذه الإنجازات الكبرى في مجال الموانئ التجارية والصيدية، تكون الجزائر قد أسست لروافد حقيقية للاقتصاد الوطني، ورفعت التحدي على المستوى الإقليمي القاري والعالمي لتحقيق الريادة في مجال إرساء قواعد متينة لاقتصاد البحار. وبإمكانات وخبرة جزائرية، تمكنت من تقوية التجارة البحرية لتكون بذلك حلقة مهمة في مسار الحركة التجارية القارية.